للاطلاع أكثر على تطورات الأوضاع الميدانية في رقة وريفها ينضم إلينا من الحدود السورية التركية بالصوت والصورة عامر الهويدي الصحفي. مرحبا بك أستاذ عامر. قبل الحديث عن رحى المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم الدولة، مدنيو الرقة هم الوقود الوحيد لهذه الحرب ربما، كيف هو وضعهم؟ نعم، تحياتي لك أستاذ مؤمن وللسادة مشاهدي قناة دار الإيمان. فعلا جميل أن ينطق الصحفي بأحوال الناس الصامدين قبل يعني التوجه إلى المعارك، وأيضا الأجندات الدولية التي ساهمت بتهجير أهلنا وناسنا من أراضيهم. بالمناسبة يعني مناسبة هذا الكلام الذي تحدثت به هو رصدنا قبل قليل انتشار مئات العوائل في أرياف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، متروكين بلا مأوى في دولة الخلافة المزعومة وحالهم يرثى له. كما ذكرت، إذن المدنيين هم وقود هذه الحرب المشتعلة بين أطراف دولية ووقودها أهالي سوريا، نسأل الله الفرج القريب. أما إذا سمحت لي الانتقال سريعا لما وثقناه خلال 24 ساعة ماضية لغاية هذه اللحظة بالنسبة للأمور العسكرية والاشتباكات التي خصوصا المعارك ما بين ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي اقتربت من عزل مدينة الرقة من الجهة الغربية بعد حصارها من الشمال والشرق، كيف تؤكد لنا هذه المعلومات بالضبط وكيف انعكاساتها مستقبلا؟ صحيح، يعني الاشتباكات الآن تدور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء الأمس، ونحن نرصد الاقتتال بين تنظيم الدولة وقوات أو ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية الصفصافة كما ذكرتم، وهذه القرية معروفة يعني محاذية لمدينة الطبقة الاستراتيجية. كذلك الأمر، تمكن تنظيم الدولة خلال الاشتباكات من استعادة السيطرة على عدد من النقاط، وأيضا كما ذكرتم هناك قتلى وهناك جرحى من الطرفين. كانت قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت يوم الخميس الفائت أيضا من فرض سيطرتها على قرية الصفصافة بشكل كامل بريف الرقة، وذلك في إطار عملية الكل يعلمها أطلقت باسم عملية غضب الفرات المباركة دوليا. جاءت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والكل يعلم يعني تتلقى دعمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه القرية بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة، وتسعى للوصول إلى الرقة، وتعتبر يعني محافظة الرقة بشكل خاص هي المعقل الأبرز لتنظيم الدولة. طبعا غرفة عمليات غضب الفرات أصدرت صباح الخامس من آذار الماضي بيانا أعلنت فيه عن بدء عملية تحرير مدينة الرقة ضمن المرحلة الثالثة، وأيضا دعت بعد هذا البيان أنها سوف تقوم بالتوجه أيضا لتحرير مدينة دير الزور. كذلك الأمر، ذكروا بأن الحملة تستهدف عزل مدينة الرقة عن مدينة دير الزور كما ذكرتم، وإحكام السيطرة الكاملة على المناطق المحاذية تحديدا لنهر الفرات، والعمل على إجراء يعني إذا صح التعبير تطويق كامل لمدينة الرقة. وكذلك الأمر، ذكروا في البيان هذا الشيء أنهم يحاصرون مدينة الرقة ومحاصرتها من الإرهابيين أو محاصرتها في الإرهابيين الذين يتواجدون فيها، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي التي لم تهدأ بعملياتها، والكل يعلم حتى عمليات إنزال مظلي كانت ناجحة نوعا ما باستهداف سيارات واعتقال عناصر ربما يكونون مهمين لتنظيم داعش. بالحديث عامر عن هذا الموضوع والاشتباكات ما بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم الدولة، أيضا هناك اشتباكات شمال دير الزور ربما في الريف الشمالي لدير الزور ما بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم الدولة، واشتباكات تنظيم الدولة مع المدنيين، يعني مع عفوا نظام الأسد، وهنا المدنيين يكونوا بين كماشات إرهاب التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية ونظام الأسد و تنظيم الدولة. الوضع في دير الزور في سياق الحديث عن التطورات الميدانية بشكل عام في المنطقة الشرقية. نعم، تأكيدا لكلامك وما ذكرته قناة دار الإيمان، حقيقة يعني لديكم رصد رائع بهذه المناطق المهمشة إعلاميا. هناك اقتتال فعلا حدث يوم الأمس لغاية هذه اللحظة، اشتباكات عنيفة بريف دير الزور الغربي بين قوات سوريا الديمقراطية وبين تنظيم الدولة. كان هناك عدد من الأسماء وثقناها بالاسم ممن شاركوا مع قوات سوريا الديمقراطية، هم من أبناء دير الزور وأسموا أنفسهم مجلسا عسكريا. تحدثنا فيما سبق عن هذا المجلس العسكري
وكيف أنشئ بالخارج ولكن دون علم أبناء دير الزور. تبين بأن يترأسه أحد المشايخ للعشائر واسمه ثامر الرشلاش. هناك اقتتال متجدد، هناك عملية تهجير ربما نقول عنها ممنهجة. تنظيم داعش أيضا يمنع الأهالي من دخول بعض المناطق ويجعلهم وقود في بعض المناطق. وكذلك الأمر قوات سوريا الديمقراطية كما حدث في مدينة الكرامة اليوم، قوات سوريا الديمقراطية منعت عددا كبيرا من الإخوة العرب من دخول هذه المنطقة وهجرتهم قسريا وإجبارا، أخرجتهم من مناطقهم في هذه المنطقة. نعم. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمشاركة الأستاذ عامر الهوادي الصحفي، كنت معنا بصوت والصورة من الحدود السورية التركية.